تحت شعار المعركة الحقيقية والأشمل مع العدو هي معركة العلم والمعرفة. العلم هو الأساس لكي نكون أسياد أنفسنا. افتتح المؤتمر الطبي الأول لنقابة أطباء ريف دمشق في مدينة الشباب في المزة. هذه المؤتمرات تأتي أهميتها من خلال تبادل واكتساب الخبرات العلمية ما بين الأطباء، الدعم العلمي أيضا للأطباء المقيمين، مع تأكيدنا من خلال الاطلاع على برنامج المحاضرات في هذه الأيام الثلاثة العلمية على أن كل هذه المحاضرات تبين التطور والحداثة في المواضيع. أهميتها هي لرفع السوية الصحية بهذا البلد، للتواصل مع مستجدات وتطور بمهنة الطب. كل يوم في عنا شيء جديد طب. بهاي المؤتمرات تعطى المعلومات النظرية الجديدة والخبرات العملية اللي اكتسبوها زملائنا من خلال ممارسة المهنة ومنقدمها لزملائنا الأطباء الجدد. فهذا التواصل بشيء اسمه التعليم الطبي المستمر بشكل دائم، لأنه ما بيتوقف العلم. انعقاد مثل هذه المؤتمرات ضرورية لتزويد الأطباء بكل ما هو جديد لمواكبة التطورات العلمية في مجال الطب. المؤتمر يجمع كافة الاختصاصات والتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، كل القطاعات العاملة بالعمل الصحي والطبي. اليوم المؤتمر طبعا يشمل عدة محاور، تشمل كافة، مغطي كافة البحوث العلمية، العظمية، التجميل، الهضمية، الإنتانية، النسائية والتوليد، الأطفال، مواضيع كتير شيقة وهامة وحديثة بما يخص عمل الأطباء في المشافي والعيادات الخاصة. خطوة جديدة لأطباء سوريا نحو العلم والمعرفة، مؤكدين من خلالها أن مسيرة العلم والمعرفة لا تتوقف.